شي حلو والله. لا اذا هيك الحاله ما عاد تنسكت عنا بنوب، بس الله يساعده للزعيم، شو بده يحل مشاكل الحاره اللي يحل. اخي انا مش هيك عم احكي، بكره باجتماع الاعضاء الله يرضى عليك ابو بشير، انا بدي شور على الكل بهالقصه، بدي اقول لهم هذا البيت اخي لازم نشتريه منك قرشين، مني قرشين، من الثاني قرشين، من الثالث قرشين، بنشتري بيت مرحوم ام رضوان وبنخلص، شو رايك؟ فكره والله، وهيك بنقطع رجل ابو النار عن الحاره وما بقى له حجه يلف عليها. السلام عليكم. اهلين عم عصام. الله يرضى عليك، جبت الصينية يا بي؟ جبتها يا بي. ابو بشير الله يرضى عليك، بدي اياها توصلي بسلينة الدجاج هيا، بدي اياها مأمرة ومحمرة من فوق ومن تحت. على راسي. عصام روح لعند اخوك بشير وقول له حمر لي اياها قد ما بدك. ايه وقول له بطلي على التناول يا بي. على راسي. يلا السلام عليكم. الله معك ابي، الله معك، مع السلامة. هذا بشير ولد الله وكيلك، كل ما صارت زركة شغل عندي بفوت بالحيطان، بس بده يخلص، ما كان يتعلم وصول الشغل. أبو عصام دحيل عيونك، إدني هي عم تجاني، شو حلتها؟